عيلي فنية. كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله يا أختي. كيف هالضيفة عندك؟ أي ضيفة؟ من قصدك؟ ساندرا ولا ألكساندرا ولا داليدا؟ ما فهمت عليك، شو قصدك يعني؟ مدام فاطمة ما تعس بحالك، قلتلك ناديني بس داليدا. شو عم تعملي عندك؟ سمعت إنه الدموزيل نور إجت، فقلت خليني إجي وسلم عليها. يا حبيبتي ما أحلاكي، شكراً كتير، وأنا كمان بحب سلم عليك. إيه ميرسي حبيبتي، هيدا من ذوقك، أنت كتير مزوقة. طبعاً مزوقة أختي، وأهم شي محترمة وبتخاف الله. أكيد مدام فاطمة، مش بس أختك بتخاف الله، كلنا منخاف الله. إيه إن شاء الله يكون هيدا الشي صحيح. ما فهمت عليكي، شو قصدك مدام فاطمة؟ أنا ما بقبل هيدي الإهانة، بليز اسحبيها. مدام داليدا ليه انزعجتي هالقد؟ ما حكيت شي أنا. لا مدام فاطمة اسمحي لي فيها، حكيتي وقصدتي كمان. مدام داليدا أختي ما بتقصد شي، قلبها كتير طيب، بس اللي بقلبها على راس لسانة. اسمحي لي دموزيل نور، إذا اللي بقلبها على لسانة خليه بقلبها، ما تسمعه للعالم. مدام داليدا أنا ما قصدت شي، بس يلي تحت باطه مسلي بتنعره. شفتي يا دموزيل نور شو قصدي أختيك؟ حقك علي يا مدام داليدا. يا أختي فاطمة عيب، شو هالحكي هيدا؟ المدام ضيفة عندك، بعدين المرة جاي من فرنسا، كلاس يعني محترمة. أي يا أختي ضيفة ومنحطها على راسنا، بس في يحكيكي موضوع على جنب؟ إيه أكيد يا أختي، قومي تفضلي. يلا خلينا كلنا نحكي موضوع على جنب. لا حبيبتي هيدا موضوع عائلي وخاص. أكيد في شي مدام فاطمة شاكي فيي، لازم أخد حذري. عيلي فنية. إيه أختي، شو هو الموضوع اللي بدك تحكيني فيه؟ والله يا أختي الموضوع كتير خطير. مدام فاطمة عطشاني وبدي أشرب. اتفضلي هيدا البراد عندك، قومي اشربي. عيب يا أختي، ضيفة عندك قومي أنت شربيها. شو بنا يا فاطمة؟ حبيبتي يا دموزيل نور أنت كتير مزوقة. يا حبيبة قلبي أنت المزوقة، لك أنت ضيفة ومنحطك على راسنا. على فكرة دموزيل نور أنت كتير حلوي، وين بتعمل مكياجك؟ أنت الحلوي يا قلبي، أنا بعمل مكياجي بإيدي، ما أنا جوافيرة، نسيت خبرك. حبيت، لازم تعملي لي مكياج لوجهي شي مرة. إيه أكيد حبيبتي، أهلا وسهلا. ألو، إيه يا قلبي، وصلت العروس على المحل؟ إيه يلا خمس دقايق وبكون عندك. يلا باي باي، هلأ بجي. تفضلي. ميرسي. ايه يا اختي انا مضطرة استأذن منك لانه عندي شغل لعروس، بعدين بتحكيني بهداك الموضوع. طيب خليني وصلك. انا بفرجيكي يا مدام فاطمة، عرفتيني وبدك تكشفيني؟ عيلي فنية. حرام يا زهراء، جولي عم تبكي، قومي جيبيها. جولي 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 باين غفلت انا وعم دلعها. ايه خالو، ما هلا وقت نومه، بس كانت عم تبكي لانها نعسانه. يي علي، ما بتنعس الا على حظي. خالو مزبوط انه شهر رمضان بعد بده 22 يوم؟
ايه والله يا خالو، شهر رمضان بعد بده 22 يوم وبيجي. اللهم بلغنا هيدا الشهر لا فاقدين ولا مفقودين. امين. بتعرف يا خالو، انا ماني عارفه بشهر رمضان شو بدي اقدم برنامج لجمهوري. والله يا خالو بهيدا الموضوع انا ما في يفيدك، بدك تنطري خالك محمد، هو ابو الافكار بهيدا الشيء. ايه والله معك حق، خالو كتير شاطر بهيدا الامور. خالو ونحن شو بدنا نقدم لجمهورنا؟ كمان بدكن تنطروا خالكن محمد لانه هو بيكون محضر كتير افكار حلوه لشهر رمضان. اوكي. مرحبا يا خالتو، كيفك؟ تفضلوا. كيفكن يا اولاد؟ الحمد لله يا خالتو، انت كيفك؟ الحمد لله يا خالتو بخير. وبتعرفوا شو؟ رجعت لوظيفتي بالتزيين النسائي، ومبارح كانت أول عروس بشتغلها. ألف مبروك. اختي قبضتك صاحبة المحل مصاري؟ لأنه صراحة أنا مقطوع وبدي اتدين منك. نعم نعم يا حبيبي، تتدين مني ولا بالأحلام رح داينك. وبعدين ايه قبضتني وكتير كمان. اختي نور انا خيك الصغير وما في الي غيرك يتدين منه، لانه هلا اذا بدي اتدين من خيك محمد بده يزلني ويسمعني الف كلمة. ايه ويسمعك الف كلمة مني ما رح تتدين. نور انا خيك، ما بيصير تخليني محتاج واطلب من غيرك، حرام عليك. اشرف ما تعمل هالحركات، ما رح داينك. خليني اعيش بدون اكل وذنبي برقبتك اذا صار لي شيء. خلص يا اشرف رح داينك، قديش بدك؟ محتاج 400 دولار. شو 400 دولار؟ كل اللي قبضتهم 300 دولار، كيف بعطيك اياه هون؟ طيب خلص مش 400، اعطيني اللي 300 اللي قبضتيهم. نعم نعم يا حبيبي، بعطيك 300 دولار وبعيش انا بلا مصروف. لا حبيبي بعطيك 100 دولار، ما في غيره، بدك ولا لا؟ ايه بدي. اوكي رح بعطيك، بس هلا ماني حامليتها، تمروا لعندي على البيت وبتاخدها. او لا اقول لك، شو رايك اليوم نروح نسهر عند اختك فاطمه؟ امبارح كنت بدها تحكيني بموضوع مهم، بس امبارح ما كان عندي وقت لانه دقت لي العروس ورحت بدي اعمل لها المكياج، وقلت لها لاختك فاطمه انه بعدين بتحكيني بالموضوع. اوكي، ودخليك شو هو هيدا الموضوع المهم؟ والله هيك ما بعرف، بس على كل حال اليوم كلنا منروح منسهر عندها ومنعرف شو فيه. اوكي فكرة حلوة، منروح منسهر عندها. وهلا بتصل بخيك محمد وبقلو لقينا هناك. ياي رح نروح نسهر عند خالته فاطمة. وهلا يا خالو قوموا جهزوا حالكم للروح. يس. ايه خيي انا لقوم انزل جهز حالي كمان وبلحقكم لهونيك. يلا باي باي. ولهون بتكون انتهت حلقتنا ما قبل الأخيرة من مسلسل عائلة فنية من سلسلة رجوع أسيلات وبادما. مثل ما شفتوا يا مشاهدينا، خالته فاطمة خلص صارت ويس أنه داليدا وباربرا كذابين وفي وراهن شي، وقررت تكشفهن. شو رح بيصير بالحلقة الأخيرة؟ وهل يا ترى أسينات رح تفوت الزنزانة وتنسجن؟ لتعرفون ترونا بالحلقة الأخيرة. ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقات لكل رفقاتكم وقرايبكم وفجروها باللايكس. ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبه كتير وتقدم له أفضل وأجمل الأعمال. إلى اللقاء في الحلقة الأخيرة. عائلة فنية. حبيبتي بادما البدومة الهلوي، ما تخافي ما رح نتركوا لهيدا بيت. حبيبتي بادما البدومة الهلوي، ما تخافي ما رح نتركوا لهيدا بيت ورح ناخدهم غصب عنهم. لا ماما، لأنه هي أكلة طيب بتخدمنا جود. هيدا صح بسقة. 1 2 3. لا ماما، لأنه أكلة طيب. لأنه هي أكلة طيب أو بتعمل أكل طيب. 1 2 3. لا ماما، لأنه بتعمل أكل طيب كمان لأنه تخدمنا جود. عيدة بسقة. 1 2 3. لا ماما لأنه لا لا ماما، لأنه أكلها طيب. لأنه هي بتعمل أكل طيب وبتخدمنا جود. 1 2 3. ماما لا لا ماما لا ماما، لأنه هي بتعمل لا ماما، لأنه هي بتعمل أكل طيب وبتخدمنا جود. اوكي اوكي بادما البدومة الهلوي، فهمت عليكي انت. 1 2 يا 1 2 3.
اوكي اوكي بعد ما البدو مال هلوي فهمت عليكي، انت عندك عادة ناقص لانه امي كان هيك بس اول مره هيك بعدين عنده واحد اثنين ثلاثة. اوكي اوكي بعد ما البدو مال هلوي فهمت عليكي، انت عندك عادة ناقص لانه امي كانت خدامي. ما تخافي ما تخافي لانه امي كانت خدامي. لانه امي كانت خدامي. اوكي واحد اثنين ثلاثة. اوكي اوكي با اوكي بعد ما البدو مال هلوي فهمت عليكي، انت يا ماما عندك عقدة ناقص لانه انا كنت خدامي. كيفك يا اختي شو اخبارك؟ كيف هالضيفة عندك؟ لا ما. كيفك يا اختي شو اخبارك؟ والله الحمد لله منيحة. وهالضيفة كيف عندك؟ واحد اثنين ثلاثة. كيفك يا اختي شو اخبارك؟ حرام علينا منور المايك. واحد اثنين ثلاثة. كيفك يا اختي شو اخبارك؟ الحمد لله يا اختي ماشي الحال. كيف هالضيفة عندك؟ ثلاثة. حبيبتي مدام نور اللي بقلبها دوموزيل ولا مدام دوموزيل. حبيبتي دوموزيل نور اللي بقلبها راسل سينة خلي بقلبها ما تزدوا على العالم. ما تسمعوا للعالم. انت قلت اللي ما تزدوا. لا شكلك ما تسمعوا. ما سمعته. ايه سمع. حبيبتي مدى اسمعي لي فيها دوموزيل نور، اذا اللي بقلبها على لسانها خلي بقلبها وما تسمعوا للعالم. واحد اثنين ثلاثة. طلعها من ثلاثة. حط الصوت. واحد اثنين حط الصوت. شتموا الصوت. واحد اثنين ثلاثة. جولي 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 مرة واحد اثنين لو عم تهز. واحد اثنين ثلاثة. اختي نور انا خيك الصغير. ايه واحد اثنين ثلاثة. ايه واحد مزبوط. واحد اثنين ثلاثة. وشو ومقطوع وبعدين اذا هذا بده غيرك وما لي غيرك لانه اذا بده. واحد اثنين ثلاثة. من محمد محمد بده يزلني وسمع الف كلمة. واحد اثنين ثلاثة. يلا ما عم تشخر كثير. واحد اثنين ثلاثة ما بيقسم. اختي نور انا خيك الصغير وما في الي غيرك يتدين منه، لانه هلا اذا بدي اتدين من خيك محمد بده يزلني ويسمعني الف كلمه. يا واحد اثنين ثلاثه. ايه ويسمعك الف كلمه مني ما رح تتدين. ورح طلعت ورح. ورح بينت ورح. سجل لي يا طيب. هيدي واحد اثنين ثلاثه. ايه ما تدينيني خليني اقعد بلا اكل وذنبي برقبتك. مش اقعد عيش. عيش. ايه واحد اثنين ثلاثه. خليني اقعد بدون اكل. ايش عيش 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 عيش. حرام هيدي خوت. واحد اثنين ثلاثة. خليني اعيش بلا اكل من وراك. وزنبي برقبتي. زنبي برقبتي. وصار شيء زنبي برقبتي. واحد اثنين ثلاثة. خليني اعيش. خليني اعيش بدون اكل. يا خليني اعيش بدون اكل وذنبي برقبتك اذا صار لي شيء. ثلاثة. اوكي فكرة حلوة منروح منسهر عندها وهلا انا بتصل بخيك محمد وبقول له يلاقينا هونيك. هونيك لقينا هونيك. واحد اثنين ثلاثة. اوكي فكرة اوكي فكرة حلوة منروح منسهر عندها وانا بتصل بخي محمد وبنقول له يروح يلاقينا هونيك. لا بالعربي لا مستحيل. والله لا بعمل لك. لا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين قالوا يا واحد اثنين ثلاثة. وهلا قوموا جهزوا حالكم. وهلا يا اولاد قوموا جهزوا حالكم لنروح. واحد اثنين ثلاثة. وهلا يا اولاد قوموا جهزوا حالكم لنروح. وانا كمان. ايه ما تقوموا لا ما بيأثر قوموا انت. واحد اثنين ثلاثة. وهلا يا اولاد قوموا جهزوا حالكم للروح. ياي برم الكاميرا عليا. كده عم تطلعي؟ لا كده عم تطلعي؟ ايه مرض باينة لو عم تطلع مطفيرة. فكرتوا ناخدينها هونيك. ما قال لي انا كمان لقوم انا كمان. لا ما هدي فلو. اه بترجع بتاخد مشهد. فقو لا فقولي فلو. وانا يا خي خليني مجهز حالي. اوكي يا عايدي فنيه.